جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع لافي ناصر البلوي من أبي راكة بعث يسأل ويقول: هل الكحل سنة في حق الرجال؟ جزاكم الله خيرا. نعم، من السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم الاكتحال العينين، ولما فيه من الفوائد أيضا للعينين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. نعم.